السلام عليكم الناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الحلقه ديال هذا النهار. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم بسيتلاس بالدجاج والحوت، كيجيو غايه في الروعه. ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. المكونات اللي غادي نحتاج في هذه الوصفه: عندي هنايا بصله كبيره مشلضه، عندي صدر دجاج مقطع مربعات، عندي هنايا قمرون، عندي ملعقه كبيره ديال مطيشه الحك، عندي قزبر ومعدنوس، عندي هنا علبه صغيره ديال الشامبينيون، عندي شويه ديال الزيتون وحامض مسير، عندي هنا فروماج احمر، الشعريه السنيه باكيه صغيره اللي درتها في الماء طايب. هذاك الماء طايب درت فيه القشور ديال القمرون، غلاو فيه باش تلقوا فيه المذاق، هما اللي رطبت فيهم هذه الشعريه السنيه. وعندي هنايا لاصوص ديال الصوجا. فاول وطبيعه الحال الزيت اللي غادي نشحروا فيها هاد المكونات. فندوزو دابا باش نحضروا الحشوه. وبالنسبه للعطريه هنايا راه عندي الملحه، عندي فص ديال الثومه، كمون، تحميره، ابزار، سكينجبير، خرقوم، قزبر بودره، عندي هنايا الحار بودره. صافي هذه هي العطريه اللي غادي نحتاج. كتشوفوا البنات دابا درت البصله هنايا مع شويه الزيت، غادي نحك فوقها فص ديال الثوم. غادي نخليهم يتشحروا شويه. من بعد غادي نضيف الصدر ديال الدجاج، نخلي حتى هو يتشحر واحد شويه مع البصله والثومه والزيت. من بعد غادي نضيف هاد الشامبينيون، غادي نضيف واحد شويه ديال الزبده، انت ما ذكرتهاش. غادي نضيف واحد المرحله فاش درت هكا لي شامبينيون، وغادي نخليهم يتشحروا شويه مع هاد الزبيده. من بعد غادي نضيف شويه ديال الملحه، ما تكثروش حيت مازال غادي نضيفوا الفرماج الاحمر مالح. غادي نضيف العطريه، غادي نضيف هنا شويه ديال الحار. المهم كليكم تكثروا حيت راه بسطيله الحوت كتبغي الحار. هنايا قزبر بودره، هنايا الخرقوم، هنايا بزاز، سكينجبير، تحميره والكمون، يعني كلشي غادي ديرو. غادي نخرجو غادي نضيف هنايا مطيشه ديال الحك ملعقه كبيره، وغادي نضيف الربيع، من بعد غادي نضيف الزيتون، وغادي نضيف شويه ديال المسير، واحد ملعقه صغيره ديال المسير. نخليو هاد لي قامات تخلينا في الدجاج مزيان. غادي نضيف واحد شويه ديال صلصه الصوجا، هاكا القمرون تنخلي حتى للخر لانه مكيحتاج بزاف ديال الطياب. صافي دابا غادي نضيفو القمرون، ودابا غادي نضيفو الشعرية الصينية اللي كيقلت لكم باكية صغيرة. نخليوها تشحر واحد شوية مع الحشوة، واحد شوية باش تعي تشرب لينا داك المذاق ديال الحشوة ديالنا. صافي بعد ما نحيدو المقلة ديالنا على النار، دابا راني ناقصة ليها عافية مهيلة،
باش تشرب لينا هاد الشعريه ديالنا، هاد المذاق ديال الحشوه. صافي، وغادي نضيف الفرماج وندوزو باش نعمرو البسطيلات. ودابا غادي نضيف الفرماج. صافي، هادي اخر حاجه. صافي، غادي نحركوه مزيان وندوزو باش نعمرو البسطيلات. هذا هو الشكل ديال البريوات والبسطيلات ديالنا، كيجيو غايه في الروعه، واحد القرمشه خطيره في الورقه، واحد اللذه في الحشوه. ما تقولوش واش مستعمله فيها الدجاج نهائيا، تقولوا غير الحوت هو اللي مستعمله، مع زائد طياب في الفران. البريوات حتى هما طيبتهم في الفران، ما قليتهمش، كلشي طايب في الفران، كلشي مقرمش ولذيذ. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. واحد المعلومه البنات، تحاولوا فاش تكونوا كطيبوا الورقه ديالكم ما تخليوهاش تنشف بزاف باش ما تزقرتش ليكم، وراها كتجي رائعه، كتجي مقرمشه. ان شاء الله تجربوها وينال اعجابكم. ما تنساوش البنات لايك الفيديو، فعلوا الجرس وشاركوا في القناه، بارطاجيو هذا الفيديو مع اهلكم واحبابكم، والى حلقه مقبله ان شاء الله.